فيما يخص تنظيم المحطة هو للتعريف بريادة الأشخاص في وضعية إعاقة ويعني عطوا واحد الإشعاع في إقليم رحامنا، خصوصا أن المدينة كتعرف واحد النمو كبير وبغينا يعني نطوروا من هذا النوع هذا، ولكن كنطالبوا أن الجهات أو السلطات المحلية أنها تدعم هذا الفريق هذا وتعتني بهذه رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة. يعني كيف ممكن نوصفوا هذه الفئة هذو اللي بحالة خاصة مقطوع على اليد ومقطوع على الرجل، لكن رغم ذلك كيقاوم وكيتحدى أنه يمارس حقه في الرياضة، ولكن ما كيلقاش نوع من العناية. هو هي بصراحة ما بالكم بالأسوياء اللي ما كاينش واحد الاعتداء ما بقى الاشخاص في وضعيه اعاقه، اللي بصراحه هما اللي خصهم تعطاهم واحد الاهميه كبيره، لانها كتشوف انسان مقطوع عليه رجله ولا مقطوع عليه يده وكيتنافس وكيتقاتل انه باش يمارس الرياضه، يعني الامل ديالو الوحيد هو يمارس الرياضه، ولا غادي يخرج تلقاه في الشوارع كيسعى ومادي يدو حتى واحد ما مديها فيه. لهذا كنوجهوا يعني السلطات بالدوله كاع بصفه عامه، يعني تعطى واحد الوزارات كذلك ان الرياضه الحمد لله يعني بعدت واحد العدد كبير يعني من التشرد والتسول. فرساله من مدينه بنجرير من اقليم الرحامنه للجميع الوزراء المعنيين بهذا القطاع هذا باش يهتموا، والحمد لله راه كما كيتبع يعني الراي العام الوطني الرياضات ذوي احتياجات خاصه هي اللي حققت الميداليه الذهبيه الاولمبيات، وكذلك مشاركه ديال الفريق الوطني لكره القدم مبطوري الاطراف بتركيا. والحمد لله الان يعني كاينين الناس الغيورين اللي كيأسسوا الفروق يعني على الصعيد الوطني وكيجتهدوا، ولكن خاص واحد العنايه كبيره بزاف لهاد الاشخاص. واش ما نحلموش بالاحتراف؟ طبيعه الحال إذا توفرت الامكانيات الحمد لله اكيد غادي نفكروا بالاحتراف ونطوروا، لما لا ان يكونوا مستشهرين اللي يمدوا يد العون لهذه الفئه، وهذه الفئه نقول انه كترفع الرايه المغربيه في جميع المحافل، وخير دليل هو الاولمبيات وبطولات العالم، يعني اغلب الميداليات فيها مجابهه ذوي احتياجات خاصه.